السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين موجه لتلامذة السادس ابتدائي. أتمم المتساوية التالية: 3 على 5 تساوي 6 على ماذا؟ تساوي ماذا على 40؟ تساوي ماذا على 45؟ تساوي 60 على ماذا؟ إذن بالنسبة لهذا النوع من المتساويات له علاقة بالتناسبية، يعني هناك عدة طرق لإيجاد الحل. مثلا هنا أطبق 5 في 6 تساوي 30، وثلاثة في ماذا تساوي 30؟ ثلاثة في ماذا تساوي 30؟ 3 في 10. طبقنا هنا التناسبية، 3 في 10 تساوي 5 في 6، هكذا. إذا كان A على B يساوي C على D، وبالطبع B تخالف الصفر، D يخالف الصفر لأن الصفر لا يكون في المقام، فإن A في D يساوي B في C. أو مثلا من البسط هنا إلى هنا ضربنا في 2، 3 في 2 تساوي 6، أيضا نضرب المقام في 2 نجد 10. هناك عدة طرق. نفس الطريقة 5 في ماذا أصبحت 40، ضربنا 5 في 8، فأيضا نضرب 3 في 8 يصبح لدينا 24. من هنا إلى هنا أضرب في 8. مثلا هنا لدي 45 في المقام. طريقة أخرى: 45 في المقام، و5 زائد 40 تساوي 45. إذن البسط 3 زائد البسط 24 تساوي 27، وكأني ضربت في 9. 5 في 9 45، 3 في 9 27. بالنسبة لهنا 3 في 20 تساوي 60، ضربت في 20، أيضا هنا أضرب في 20، 5 في 20 100. فكل هذه القصور متساوية. مثلا لدينا هنا 60 على 100، 60 على 100. لاحظ سأختزل بالأصفار، يبقى لدي 6 على 10، أيضا 3 على 5 تساوي 6 على 10. كل هذه القصور متساوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.